سؤال حلو. تاني يا شيخنا، فلوسي بلغت حد من السوق. اللهم لك الحمد، مبروك عليك. الله يحفظك يا شيخنا. انا كنت طبعا بطلع زكاة المال الثانوية، ولكن بعد شراء العربية ديت فلوسي نزلت عن حد من السوق. ماشي. ولكن الفلوس، انا بشتغل مع مصانع، وفي فلوس اجل، انا باخد حاجات اجل من المصانع ديت وليهم هم فلوس. انا فلوسي، الفلوس اللي معايا تعدي حد النصاب. لا، إذا يعني خصمنا منه من فلوسك أموال الشركات، تمام، تبقى متعدية للنصاب أيضا أو أقل من النصاب؟ اقل أقل، خصم لا تخرج.